من القلعه بيدور نروح لنادي الاهلي القلعه الحمراء والاستعدادات الختاميه النهارده لمباراه غدا امام طلائع الجيش. وخلينا اقول لكم ان الجهاز الفني استقر على الدفع بمصطفى شوبير في حراسه المرمى خلال المباراتين القادمتين ضد طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري، في ظل اصابه الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي الحارسين الاول والثاني. ده اكيد طبعا بيعاني من شد، الشناوي كان طبعا بيعاني من شد في العضله السمانه، وعلي لطفي اشتكى من الاصابه بشد في العضله الخلفيه خلال مشاركته في مباراه انبي الاخيره بالدوري. بينما يعاني حمزه علاء طبعا حارس مرمى الفريق الرابع من قطع في غضروف الركبه، ولكن حتى لو يعني في كلام ان علي لطفي يقدر يشارك، الجهاز الفني مش حابب ان هو يغامر وبيفضل اراحته تحسبا للاستعانه في النهائي الافريقي، اذا لزم الامر بالتاكيد في حال عدم اكتمال شفاء شناوي بشكل كامل. طبعا النادي الاهلي والجهاز الطبي بيعمل محاولات مكثفه من اجل لحاق الشناوي للمشاركه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. حدد الجهاز الطبي برنامجا تاهيليا وعلاجيا مكثف لتجهيز الشناوي، واستقر على ان يتم علاجه بحقن البلازما من اجل تجهيزه للمشاركه في ذهاب نهائي افريقيا يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهره. كل امنياتنا بالشفاء بالتاكيد لحارس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الاهلي الشناوي، نعود سريعا ان شاء الله لحراسه عليه النادي الاهلي مره ثانيه. اما عن الاتحاد الافريقي لكره القدم، الكاف اعلن عن طاقم تحكيم مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد، وهيكون بملاكة تيسيما حكم ساحل من اثيوبيا. اما يعني يمكن بشكل او باخر هيكون هو الحكم اللي هيقود اللقاء في المغرب، راجل كلنا عارفينه وبالتاكيد الكل كان بيشهد ليه باداء يمكن مميز في الاونه الاخيره في ادارته للمباريات، وان شاء الله الاهم بالنسبه لنا لاعبتنا ورجالتنا في المباراه. والمباراه هتقام زي ما احنا عارفين في ملعب مركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 11 يونيو الساعه 10 مساء، بعد تقارير حول امكانيه نقل الملعب بسبب بعض الاصلاحات فيه. ولكن خلينا نشوف الاهم الاداء، مش هنركز على الاخبار الخاصه بالتحكيم نهائيا، منها اللي هيطلعه ايجابي منها اللي هيطلعه سلبي. انا بالنسبه لنا او بالنسبه لفريق النادي الاهلي ان هو يلعب على الكوره وبيلعب مباراه يؤدي فيها باداء رجولي، يحسم بايده زي ما بيقولوا كده اللقاء بعيدا عن اي اسباب اخرى ممكن تعوق، وان شاء الله تبقى النهائي لطبيعه الحال نتمنى للنادي الاهلي انتباهنا للنادي الاهلي في مهمته اللي بيمثل فيها مصر بالتاكيد. لسه مع النادي الاهلي ونروح لملف تاني هو الصفقات والتجديد، وخلاص الاهلي بيضع الرتوش الاخيره على الانتهاء من ملف التجديد لياسر ابراهيم مدافع الفريق بعد موافقه المدير الفني للفريق مارسيل كولر على بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الفتره المقبله. ياسر ابراهيم يمكن جدد عقده لمده 3 مواسم جديده بمقابل مادي 30 مليون جنيه على ان يحصل في الموسم الاول عن 9 مليون وفي الثاني عن 10 مليون، ويمكن يعني عارفين ياسر ابراهيم بيقدم موسم مميز مع النادي الاهلي ورائع مع الفريق على المستوى المحلي والافريقي، وكان انضم للنادي الاهلي من سموحه خلال فتره من الانتقالات الشتويه موسم 2018 2019 بعقد يمتد لـ4 سنوات.